قارة واحدة تغمرها المياه والجليد من كل جانب، لا يصل لها مطر السماء منذ مليوني سنة حرفياً. كانت جزءاً أصيلاً من أفريقيا قبل ملايين السنين، مكانها في صلب الكوكب بأقصى نقطة جنوباً. الوصول لها مخاطرة كبرى دون أخذ الاحتياطات، تهدد البشر بالفناء الحتمي والكوكب بالغرق الكبير، وسيتأثر بها الجميع، ومن بينها بالتأكيد وطننا العربي. والآن حان الوقت عن كشف الستار عن سرها وغموضها. قصة قارة أنتاركتيكا أو القطب الجنوبي العظيم، فما هي تلك القصة؟ وما هو تاريخ أنتاركتيكا؟ وكيف سيؤثر في البشرية جمعاء؟ كل هذا وأكثر تجدونه في الفقرات التالية. لنبدأ القصة. معلومات وتاريخ أنتاركتيكا. تقع قارة أنتاركتيكا أو القطب الجنوبي المتجمد في جنوب أقصى الكرة الأرضية. تضم القطب الجنوبي الجغرافي، وتقع في المنطقة القطبية الجنوبية في نصف الكرة الجنوبي كما أوضحنا، حيث تقع جنوب الدائرة القطبية الجنوبية تقريبا، ويحيط بها المحيط الجنوبي أيضا. تقدر مساحتها بما يزيد عن 14 مليون كيلومتر مربع، وتعد القارة الخامسة الكبرى من حيث المساحة في العالم، وأكبر من قارة أستراليا. ولكن من حيث السكان فهي القارة الأقل عددا بهذا الشأن بالتأكيد، حيث يوجد بها تقريبا ما بين 1300 إلى 5100 شخص فقط. تعد القارة القطبية الجنوبية أبرد القارات وأكثرها جفافا ورياحا، مع أعلى متوسط ارتفاع جغرافي بين القارات جميعها كافة. وتتكون معظم أراضي القارة القطبية الجنوبية من صحراء قطبية، وتحتوي تلك القارة على معظم احتياطي العالم من المياه بنحو 80%. وتنخفض درجة حرارة أنتاركتيكا إلى ما دون سالبي 83%، وهذا حدث خلال عام 1983 في يوليو، شهر الصيف في العالم أجمع. ولكن في عام 2010 كسر هذا الرقم، حتى وصلت درجة الحرارة بها إلى سالب 94، ولكن متوسط درجة الحرارة بجانب بحر تلك القارة يصل إلى 10 مئوية بالشتاء وسالب 40 بالصيف. أما بخصوص المناطق الحارة والمناطق الشتوية، فالجزء الشرقي للقارة القطبية الجنوبية أكثر برودة بسبب الارتفاع العالي، على عكس الجزء الغربي، وتتساقط الثلوج بكافة على القارة، خاصة الجزء الساحلي من القارة، بينما تهب رياح كاتباتيكية قوية تنطلق من الهضبة الجنوبية القطبية في أثناء العواصف المختلفة. أما بالنسبة للحيوانات، فتعيش أنواع برية عدة على القارة القطبية، وترجع أصولها إلى البيئات الدافئة نسبياً، حيث العصر الجليدي الأخير. تعيش الفقريات بجانب اللافقريات في القارة، حيث يعيش فيها البطريق والحيتان الزرقاء والحيتان القتلة والحبار الضخم وفقمات الفراء، وأيضاً حيوانات لافقرية مثل السوس المهجري، السوس القطبي الجنوبي، بطيء الخطو، الذباب الصغير وغيرهم. أما على مستوى تاريخ القارة، فكانت أنتاركتيكا جزءاً من قارة جوندوانا العظمى منذ أكثر من 100 مليون سنة، ولكن عقب تفككها أي جوندوانا، تشكلت القارة القطبية الجنوبية منذ أكثر من 25 مليون سنة. أما عن تاريخ تلك القارة، فالحديث هنا يطول إلى حد بعيد. ينزل البريطاني جيمس كوك من سفينته الواقفة أمام سواحل القارة المتجمدة عام 1773، فأخذ أسطول السفن الشراعية ينجرف في الصقيع البارد بين أكمام الثلوج البارزة فوق سطح الماء الراكد. مهمة البحث كانت طويلة، عن نهاية لهذا العالم الغريب، وأيضاً عن أراض جديدة لم تطأها قدم إنسان من قبل. شاهد كوك تلالاً ثلجية تطفو على الماء، فقرر الالتفاف حولها بدل اختراقها. بعد أن أمضى 9 أشهر من الصراع مع التقلبات الجوية، استطاع الالتفاف حول الكتل الثلجية إلى الطرف الآخر من الأرض. ولكن كوك لم يدرك حقاً أن وراء تلك الكتل الثلجية أراض وجبال وقارة كبيرة. ولكن بعيداً عن كوك، وعقب أكثر من 138 سنة، المستكشف القطبي النرويجي روال مونسون أول من وصل إلى القطب الجنوبي الجغرافي عبر رحلة استكشافية على متن سفينة فرام في 14 ديسمبر 1911. القصة الطريفة حينها
أنه كان هناك تنافس بين الفريق البريطاني والنرويجي على من يصل قبل الآخر إلى القارة. وصل الفريق النرويجي، ثم أتبعه الفريق الإنجليزي الذي قتل بعد ذلك عقب وجود رياح ثلجية في طريقهم للعودة إلى البلاد. وتشير رحلات الاستكشاف آنذاك إلى مقتل 23 رجلاً على القارة الجنوبية. استمرت رحلات الاستكشاف حتى وقعت معاهدة أنتاركتيكا عام 1959 بين الدول الكبرى عقب الحرب العالمية الثانية، والتي تقضي بحرية البحث العلمي وعدم وجود نوايا استعمارية لأي دولة. ولكن البحث العلمي يشكل صعوبة للجميع بكل تأكيد، فالحياة بالقارة القطبية معقدة بشدة، حيث لا تشبه القارة أي شيء يألفه البشر إطلاقاً. وبالتأكيد عندما تزورها تعتقد أنك خارج الأرض، فكيف لك التعايش مع الجليد والأنهار والوديان المتجمدة ناصعة البياض؟ قمم الجبال الصخرية رمادية إلى حد كبير، ولا يدخل لتلك القارة نور الشمس، فالحياة بها لها أشكال مختلفة بشدة وغريبة. وبالتأكيد لكي تذهب هناك يجب أن يكون لديك شجاعة لمواجهة مثل تلك الظروف. الأمر الأخطر من كل هذا ربما هو عملية ذوبان الجليد ومستقبل الأرض. فماذا لو حدثت الإذابة الكاملة؟ دعونا نرى. الإذابة الكاملة، ماذا لو حدثت؟ ربما أكثر الأمور أهمية في القارة القطبية الجنوبية هو وجود ألواح الجليد المغطاة له والتي تمنع من ذوبانه. ولكن كيف سيكون شكل العالم إذا حدثت الإذابة الكاملة للقارة القطبية الجنوبية؟ سيتغير العالم بالتأكيد، وطننا العربي أيضاً، فلن تجد العراق عاصمة لها، ولن يصعد فريق المنصورة للدور المصري لكرة القدم بعد طول غياب بسبب اختفاء الدلتا. ستغرق بغداد، يمتد خليج العقبة إلى الداخل بضعف طوله تقريباً، سوف تتآكل الأجزاء الشاطئية من تونس وليبيا والمغرب. التغير المناخي أدى إلى انحسار الجليد عن قمم الجبال، وهو الأمر الذي سيشكل في نهاية الأمر ذوبانا. ويتوقع العلماء أنه إذا حدثت عملية ذوبان كامل للجليد سيغرق نسبة كبيرة جدا من مناطق العالم، خاصة مع زيادة منسوب مياه البحر من 0.3 ملم بين عامي 1900 إلى 1990 إلى 3.1 ملم بين عامي 1993 إلى 2012. وهذا التسارع في زيادة منسوب المياه ربما يؤدي إلى إغراق الكوكب في حدود عام 2078 وفقاً لتقديرات بعض العلماء. وتحدث البعض الآخر أن المياه ستغمر المباني التي يصل ارتفاعها إلى 14 دوراً فوق الأرض. وشهدت القارة القطبية الصيف الماضي رقماً قياسياً جديداً، وهو انخفاض رقعة الجليد البحري في المحيط المتجمد الجنوبي ووصوله إلى مستوى في الذوبان الكبير للعام الثاني. لا يساهم هذا الذوبان في تحديد مستوى سطح البحر، ولكن غياب الطوف الجليدي فوق ساحل أنتاركتيكا يعرض الجروف الجليدية التي تحد الغطاء لحركة الأمواج ودرجات حرارة أعلى على العموم. فهل تكون توقعات العلماء صحيحة؟ أم تحل الكارما على عالمنا دون أي ذوبان قوي قادم للجليد؟ الأيام وحدها ستكشف لنا صحة توقعات العلماء والنتيجة النهائية.